ما شاء الله. صلاح سلام عليكم، صايم؟ صايم ولا لا؟ انت تكذب، صايم ولا لا؟ صايم؟ نو نو. بعد انجليزي صلاح؟ صلاح انت تكذب، صايم ولا فاطر؟ فاطر. زين شو صلاح؟ بتسبح. اصبر علي، اصبر. شايف انك قبه فوتك الحين. انا هذا حق منو الحين يحطون الاكل؟ يعني حين انت صلاح عن الكذب بعت بزيادة؟ بس عليك انا ما بطالعك، بطالع انا يا سبا اقايس عليك كم بتاكل. هي ايه فرنسا؟ شو اسمك؟ شو اسمك انت؟ تذكرين شو؟ لا يريش هذا. ها حطي حق صلاح شويه. تبي يريش صلاح ولا ما تبي؟ يبى طيل شوي ولا شوي ولا شوي ولا باروح مبهجر. اشوف تعالي. يا سلام. بوتس شو؟ بينز اند نعم عندي قصبة. لما تعالي خلينا نصورك. مينت نعناع. نعناع هي قزبلة هي ما لا فاطر انت. Why you are eating chewing gum؟ You eating chewing gum؟ يا ويش والله بوليس they will catch you. The police they will catch you. يا ربي شوفوا. Anybody saw her take her to the police. Police or send her back to her country. فاطرة ها؟ Everybody show you. Everybody saw you. أنا ما ها don't take video pass. Maybe that money will be sent to me to take video. Which one? Close but then I will tell you. Well, like, close, خلاص. You told me about what I need with the video, okay? Hey. When people they come here, everyone is asking, Chawaka. Why did you not ask me? Very good name. Good name. Big ship. Big ship, yes. You are big ship. No. I go to Goa and I know the meaning. What's the meaning? The big ship, the one old. Yes, it's good. So I look like old? No, you're still young, but it's very huge. That's no, me. No, I'm becoming. Why make the water? Why make the water open? Next time, don't drink the water. So you when you leave the water? Yeah, I'm not the one mistake. Why you did not ask me why the? You are the one who make the mistake. Now everybody is know you. Thank you very much. You still eating the chewing gum? No, no. You know what? Huh? I'm making. تحب دوارك أنت ولا ما تحبها؟ ما يب حتى صلاح أبوي معذر. صلاح بتأخذها؟ صلاح. بس دوارك؟ ليش؟ ما لا ما بسود حبيبي. He said you are black. هذا دارك شوكليت. The time you will come without housemate, I'm a baby. Hey, Rai Masaleh. مرحبا 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 من الحناية. What is this? This is my salad. Hey, this is what is inside? بقدونس. And? كزبرة. بقدونس كزبرة. And tomato, onion, and the other seeds. Seeds, the quinoa. Yeah, quinoa. Thank you. From my يا ربي مستادي مني على من يروح وروح. انزين تحاد والله ما في النار بارد. صلاح ما بيايزل روح وروح. ها ايش عندك انت بعد؟ شو جيب هذا انت؟ شو انا جيب؟ هذا فولين. شو هيك انت؟ شو؟ بس فيها نسوار؟ تحريت مالك؟ ليش انا ما عندي انا بس يسكن. وين هالسلع ده؟ عند الباب. من هذي جايين يشيلون فطور حد طايح انا مال النسوان. ليش ما انت تجيب انا؟ بعد يمكن ترد على حليم العاده القديمه. فاي في فاي يبي 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 بنروي الجمهور الفي فاي. اركض. ها شوفوا ها ما شاء الله في فاي. ها شو كم كف تقريبا 3 كيلو حبه فيها او كيلو وين ونص. ها شو ما شاء الله. هلا ريد بالغه؟ ريد بالغه ليش؟ انا شيل بالغه. كبر هاي لو اصغر شويه؟ في انزين بس حط داخل العيش، حط فوقها انه تحتن عيش. ها
ويبزونه عصير لومي ونعناع. انا لا، هذا ها مالي انا، عصير تمر هندي اللي هو صبار وممروس وينظفون يحطون عليه مزهر وشكر عاده. شيء فنان لا صار ولا سوى وغليط عاده. هذا ترز العود فيه الرز صح دواركه؟ صح ولا لا؟ صح. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. يعني اخ عليك ما في قال جديده؟ زين وايد مكلف اليوم الصيام صراحه؟ ايه تعبان انت من الصيام ها؟ ايه هي حبيبي ثاني مره لا صوم 6 ساعات بعدين اوف ساعتين بعدين 6 ساعات، شو رايك؟ زين احسن؟ تمام. زين وين صرت البارحه؟ وين جيت؟ والله امس وين صرت؟ الرياضه امس الحين في الرياضه ما صرت مكان. مكان ما جيت محمد بن زايد؟ لا ولا صرت اي مكان؟ مكان دبي انت؟ هي صرت دبي الخميس والجمعة. والجمعة دبي داي والجمعة والسبت راني جيت ها؟ دبي داي خلاص. ورحت يوم الخميس الجاي. ثاني وثالث ورابع. سبع. كبار انت. جيسك انت من بيزاتك انا اسير ابوي من حسابي. درهمك المنقوشي. وين؟ راح؟ يس. شو؟ خلوه سيف. العيد بتصير اول في بيتكم خلوه؟ عقب عندكم سيف؟ زي خلوه وسيف في بيت واحد. بتعب الجليل؟ ترى هاي البرنامج اللي احنا نعرفه من 40 سنة بيت خالوه وبيت سيف وبيت عبد الجليل بس شي بيت بعد غير؟ لو اسير بيت اسير بيت قوم شليتن ما بعرف هذا الدري والماي دلل؟ لا ايه تقول لحبيبي مقبولكم انا بوصف لحبيبي طالعني لا اول انا كلمني عفراء مسعود ليش ما تصير الان؟ مسعود عفراء اول ليش ما تيها؟ ما عبرتها من الرد ايه باكر ورا باكر بخلي الدريور كذا البيت عفرد مسعود وبيت قوم شليثم ضروري هالبيتين شاك نسيتهم لا انا بخبر حبيبي هاي رانا الاوليين صدقانا طويلين الرد وانت شي خصك تليفوني انا هذا رمس اليوم ولا ماشي رمسه شيء شو اسمه سناب اليوم؟ لا ماشي اليوم خلاص عاد بس باكر قوم باكر ان شاء الله بتسوي سناب خبرهم كل خالد بيفطر يوم الخميس إيه؟ عند الشعافره في الجميره في الجميره هاي بالخيمه دبي خيمه وين بيفطر خالد يوم الخميس؟ هني لا في دبي دبي وين؟ في الجميره عند الشعافره شيك حبيبي ثقل لسانك بعد كلهم جاي لهم قيل صايب ها وانت تعق في هالدرامس 24 ساعه الجميره ميره طاها ابوي سار المغرب حبيبي طاها سار المغرب تاني هي نعم تاني وثالث ابوي عرجه سر مقطوع هذا في المغرب نعم اي هذا بالليل يصبح لا طيارتنا في الليل اصبح هي نعم طيارتنا في الليل انت شو تقول بس كذا شكرا حسب هذا خالد يا خالد ترى اياك ترى انا هني عند جمال وعند حسين والربح كله تخبر عنك وبين الفطر الكبار بعد عندنا جمال هالمره امها الطبول الكبار دوك طلبات انت في بيت ما يستوي يعني عندنا 4 طلب هاي تطلب وهاي تطلب وعلى هواك عاد يلا بديت خشمه يلا أبشركم بأبوي القرقور منزور لين عينه القرقور منزور لين عينه لا بشيركم اليوم بعد شايف القرقور خنان أول مرة أشوف قرقور يوسو خن القرقور or the first time خن خنان داخل قراقير حياتك شفت خن في قرقور والله بيني وبينكم أنا يوم أشوف الجيم ممزورة وادم أكثر أتنومس ويطيب لي التمرين يطيب كان تبغون الصدق لا بشيركم ويطيب لي الغرام من اشوف اللوادم يعني يعيبني يوم اشوف العرب وقت التمرين غادي يروح معزول هذا بعد هاي روحه مصيبه انا ما كني قلت اليوم ما شي سنابات ثم ما عليه خفيف ما شي مواضيع وايد بنعدهن ما عليه شي عيب اسوي ها وين زين ها
وينو؟ يلا رايتك ابوي. ترى العجلة هني ها شوفوا عجلتن وحدة ما شاء الله تبارك الرحمن. ها خلق الله ما خلق. عاد انا كل ما حصل لي دقيقة وحدة كل ما حصل دقيقة ارمسكم. شو اسوي اتولح عليكم؟ ما القط الدورة منكم، القط الدورة من كل حد الا منكم. اقول لكم بشيركم اقتص اقتص اقتصت دبي فلين عينها من كل نمونة. اختلط الحابل بالنابل، ها اختلط الحابل بالنابل، الزين والشين والعدل والمالية، ها الخير هو من كل اسمك. يوم تسير الجيم ما ترسل له ترمس ويا العرب، انت ما تتمرن. قلت اصور، قلت اصور اصور عمري لهم. صراحه ما في حيل. دمك شاد حيل ولا لا؟ والله انه شاد حيل. اي والله انا اكبر شاد حيل. يعني تسلم الله يحفظك. الله يسلمك. ما شاء الله عليه. شوف 80 و80 160 البار روحه 20 تقريبا 200 او 200 هي 200 والله. والراس راه ابيض فوق الخمسين، لكن ما شاء الله عليه يا قرض الحصه يعلى الله يحفظه. عند لك 600 بطوله عاد شو مالاته ما ادري بهن. اللي اعرفه انه من الابطال يعني ما شاء الله عنده خبره وايد. يعطيك العافيه كابتن ما شاء الله عليك يعلى الله يحفظك. ما اقول عنك شيء جيد تبارك الرحمن. ما شاء الله عليك. اقول ان هذاك رجال كم كبره هذا ولد شاب. شوفه 5 كيلو ما برايد 5 كيلو ابدا يتعب فيها. ما ادري ابوي الخراب ابوي من الاكل والنيدو والسلالات خربهم. ما تعرف شو قصتهم هالوادم. هذاك خرب الله عليه يد السكن يا غير قوه العفاريت تبارك الرحمن فيه. النشاط اللي في الدنيا يعلى الله يحفظه. لكن عندهم كذا بطوله ما ادري شو هن عاد مالاته. بطولات وايدات اللي عندي غير ما اعرفهم خبرني عنهن غير ما اتذكرهن. شو بعد هاك ريال ما شاء الله بعد عليه مرتب ودومي بعد. هذا بعد تو ترى معرس ها. ايه المعرس صورتك تراني. ايه المعرس ها حربتين عادة. خيارنا ابوي هني في اقبالنا نحن. لا ابوي اي ها جيجة انا قلت. بس علي مبنجر. 45 دقيقة كملت انا 45 دقيقة. لكن بذل جهد مال 3 ساعات. يعني ظاهر ما اسوى خوصة. اسوى خوصة قصدي ما اقهر خوصة. خوصة يعني ترهق التعب يعني ما اروح حتى اشل خوصة. ها يا التعب عاد اللي فيي. كديت عمري كد البلع. زين. كمل بترشيل المسجات تمرن ودر عنك الهدرمان. يعني غير نمون هالعرب. ظنكم العروس بتهون علي خليها في نص هالرعصه هالسياير ها؟ شو وين مخلنها؟ ناك وين روح ابوي؟ روح متفيزره هيك تفيزير الفنانه. اي ها عاد النسمو هذه. هذه النسمو ابوي. بتازم عروس دبت حياتها، دام الدنيا حي هي عروس. ولا ظنكم الجديد حب شديد؟ ها؟ لكن ما ظني الجديد حب شديد من العام دار عليها حول وبعدها ما شاء الله. ما شاء الله غالي عندي وكني راكبها اول مره. كني توني اليوم سايقنها عباره. يعني معناها تبوي هذه لكل الزمن هي بهايك الحكي. ترى السير في النسمو غير عن ابوي السير في اي موتر ثاني. روحه ييري الموتر روحه ييري تبارك الرحمن. زل شرات الزلال. اي والله ما كذب اللي قال عن النسمو اسطوره. ما كذب ولا قال عيله ما قال الا الحقيقه بكبرها. حرامي انه يسوى 100 سيارة. لك رجل عن 10 ترى موتر عن 100 بعد شيء موتر عن 100 موتر نسمو عن 100 موتر من وات العادي. إيه لكن ابوي النسمو موتر حشيم يبى حد يحشمه ما بحد يلعبه. اولا موتر غالي مثمن والمثمن ابوي ما حد يلعبه ولا حد يولون حد ما يروف به ولا يرحم. يا ابوي وكيله الوكيل منو وكيل النسمو؟ ايه على الله يحفظه ابو حميد. هذا عاده منو يسوى عاد ابو حميد؟ الوافي الفنان الزقرتي اللي محد شراته ليودي الكريم عبد الله المسعود
حد شارات ابو حميد. وصل العرب كلها في فرح في حزن. اول من يوصل العرب كلها يودر اشغاله، يودر دنياه، يودر علمه وخبره، ويواصل عنا وين يكون الفرح وين يكون الحزن، ما يخلي حد ما يواصله. يعلى الله يحفظه ويطرح فيه البركه ويبارك فيه. اقولكم بالنسبه للبوه اللي البارح ناكل منها، شو هذا النبل المقادير؟ ها بقره والد عندهم مسوين لبوه، حد يسميه لبوه وحد يسميه لبوه، بعد شو مقادير؟ لبوه ولبوه، حد يسميها لبوه وحد يسميها لبوه، يعني شو بعد مقادير؟ بقره والد، بقره تعشر تولد سموها سووا لبوه، يعني مقادير شو؟ انا ما ادري. السؤال انا ما بطبخه تراها حينه. حليبه هاي حليبه البقره. البقره اول ما تولد البقره بشلوا الصربة، هاي الصربة يسمونها، حط حد يحط زعفران وزعتر وسكر، وحد لا يحط زعفران وزعتر وملح، وحط وحد يحط ملح وزعتر، والدنيا مطرجة. شو المقادير؟ أنا ما أعرف. ويشلون البقرة يضربونها من تصير والضم، آزموا يعلفون عليها 10 شهور تصير بوي وتولد البقرة. وتولد البقرة عزلة أبوي بعيلها ولا عيلة عنها، وشلوا عنها الصربة، عطوها أبوي ثلاث عطوا العيل ولا العيلة حلموا وحدة، وثلاث حلمات خفوا عن الحليب وفي طاس وفوروا فيها ثلاث حلم أربع حلمات، حلموا وحدة عطوها أبوي شرب العيل ولا العيلة الصربة، وتمن ثلاث حلمات شلوا الحليب. شلوا ابويه الحليب وفوروا وحطوا في اللي قلت لكم خلاص مكونات. شو كنتوا ما فاهمين شو السالفه؟ عندك شو تبغي؟ هذا وهذا حد يجي عندي هو يقول سوي ساند تشيك. هي جبت هي انزين يلا تسبح. هذا بعد ريال جاي قال تراني ما باك تصورني جاي بسلم عليك وبسير. قلنا له زين ركم الساعه ما يندرى بعد ما هي كل هالعرب ابوي تعرفك. ايه يلا ما بصور، قلت لك اني ما بصورك. حفظكم هذا اللي انا اهداء للاخ خالد الخالدي من شغف للعطور. هذا العلم ما تشوفون 12 مضرب، كل مضرب بشهر، كل مضرب البكسي على الله يحفظكم فيه 12 مضرب. هذا مضرب، هذا اسمه علم ما تشوفون على التكاليف. كل مضرب له شهر معين، هذا شهر يهنا شهر 10 اللي مولود شهر 10 زين، وهذا شو؟ هذا شهر 11. شوف انت كم انتو كل مضرب بشهر من شهر 1 لين شهر 10 ومضارب كبار وافيات، وكل واحد ريحته غير عن الثاني، ما شيء يعني ما فيه واحد فيه نسبه تشابه من الثاني ولا حتى 5%، يعني كلهن غاويات وكل واحد ريحه على الله يحفظكم يميل للعطوراتنا العربيه. يعني هذا مثلا شرات ريحه العنبري، وشيء منه شرات ريحه الورد، وشيء شرات السمن الله يحفظكم شرات النرجس، وشيء شرات الفوعه، شيء من كل شيء من كل شيء يغير كل انسان على حسب ذوقه. وهذا كارتم يعني الله يحفظكم. هذا ابوي البزنس بيتوتي، وهذا ابوي رقمهم وحرمه اللي تخدمه راعيه الدار مواطنه ويعلى الله يرزقها. ابوي هذا مبدعايه ويايني ابوي روحه ولدهم يعني وياه بالليه، وقال ابوي هم عنده اهلي وبس. يعني هو حين الريال قال لا تصورني، قلنا له ان شاء الله وبس، بغينا نصوركم بعد شيء جاينا ومشكورين وجزاهم الله خير. يعني لا بشيركم انه فنان، هو فنان ما صورته، فنان وغاوي وريحته خفيفه، يعني تقدر تستعمله الحرمه ولا الريال يونيسكس في الليل لو في النهار يمشي الحال، ويصلح للصيف والشتاء. العنبري وعرق الحنه اعتقد بالشتاء بيكون والم، لكن الحمد لله هاك الاول يوم ما شيء كنديشنات، الحين الدنيا كلها كنديشنات. اعطيتوا خير وطال عماركم، مشكورين وما قصرتوا. ما ظهرك؟ ما طاع. حشي ابوكم بتاكل حرمته. ابوي انا اقول انا رماس ما شاء الله الرياح هذا اللي جاي، يعني تبارك الرحمن بقيت اصوره ولا يخليني اسجله. كان ان شاء الله ان شاء الله وعدني
قال لي ان شاء الله اني بقوم لك بزياره بنرمس حافظ يميع القصيد الاولي ويميع الرمس الفنانه راعي مذهب ومعاني حافظ علي ناس الفنانين روح ميوني انا لين مكاني ما يحتاج يصير ادور يعلى الله يحافظهم ويكثر ان شاء الله خلاني ويطرح فيهم البركه يا رب العالمين. كان المشكله عاد شوف الحين بتصك الساعه 12 بعد ما صرت الميله المشرف وايد ابطيت لكن ان شاء الله انه نبي وحيدي زين عاد الحين يصير للعرب الحين وحده الحين بتصك وحده وانا بعدني ما وصلت زين شو بسوي؟ خبرني اخبروني حد يشور علي رجال يعني بعد لا لو رجال عادي ما عليه بتعذر يا غير رجال جاي من مكان بعيد يعني رجال والله شوفه قناه عشان تبون الصدق قال لي جاي بالريح رجال الفنان وافق قال لي بيصور خليني اصور يعد قصيد من قصيد الاولي وحافظ شيء وايد علوم طيبه والله عنده ان شاء الله وافق بشيء وحافظ قصيد وايد والله كان تبون الصدق من القصيد الاولي وطاع اني اصوره وكان قال ما بالحين ان شاء الله في عقب قبل القصيد وسوالف راعي ملتقى ورمسه وعلم وخبر يعني انسان فنان بيوزلكم انا اعرفكم انتم تابعيني ما اعرف اللي بيوزل اللي بيوزلكم هو اللي يوزل هنا هاي تامين وياي انا ويتابعوني دوم ابوي هم اللي يوزلهم هم اللي يوزل اللي يوزل هنا وايدين على فكره حد الله انه صورني الرادار زين ما عليه سامحني الرادار انزين اقولكم التنسيت قدرت وراها 600 وماري 800 الرادار ما يسوى علي هالعشاء بيظهر علي اغلى عن بيع السوق لكن مشاهد الشباب والله ب 600 مليار حرامي النفس الرادار الثاني اللي صورني رادار وديتين حصورني يا هي مصيبه لا داق لي تليفون يعيلوني ونها قالوا لي والله النيسر وتشوه وانبرد النيسر غادي ما يتشاهد وانها خف عمرك انقفض انقفض صورني رادار يعني ما بمسر ما ادري هذا خربان الله العلم عند الله زين حتى نسيت والله شو كنت اقول رديت الموضوع من قبل وعرفت وين وصلت هي اللي تامين وياي الحين وايدين حد من وايدين من الفلورز متابعين يقولون والله نحن الاول حاطينك حطيناك يوم نحن الاول ضايفينك يوم شفناك ترمس وايد قلنا ابوي ما عنثر هاي خلص الجيجا مالنا شلوني كنسلوني وردوا يدوا جديد وضافوني ابوي انت ابوي وايد ترمس بتخلص الجيجا عنا فحليل ردوا قالوا ردينا وضفناك مره ثانيه والله ينبغى انه خلنا اتصالات والله يعطوني انا الجيجا هاي ببلاش يسوون الاشتراك ما بني ياخذون عني بيزات انا كم الحين العرب اللي يتابعوني هذه المستفيد اتصالات اظني يعطوني انا يعني بلاش يسوون لي الخدمه هاي والله ادفع 1200 ما يندرى بكم 1300 كل شهر حول 1300 لو 1005 الاشتراك هذا مال 100 جيجا في الشهر 1000 درهم ما ادري 1200 نسيت والله كم شامل مكالمات 100 دقيقة ما ادري 1000 دقيقة كنهن اي والله يا والله المفروض انكم تسوون لي اياهم بلاش تعتبرون صدق تقوم فجبودكم هاي ال1000 تشلون عني انا هيكم تستفيدون وراي يعني لو ما تستفيدون ما عليه انا حالي حال عرب واحد انتم تحصلون فايدة اللي من غير يرمسون بالتليفون ويدفعون المكالمات انا لا انا ما ارمس بالتليفون لكن كل هالعرب اللي تتابع تدي لكم بيزات من وراي وكم تحصلون من الفايده من وراي هنا والله اللي حد يعرف مها مال الاتصالات يخبرهم يقولون يشلون الالف عن خالد هي نعم اقول لكم تجربه وصلاحينه اقول لكم ولدي سعيد الله يحفظه جايب شي مضرب كبر الشف قال لي ابوي تعب انظف لك اذنيك اذني كل يوم انظف فن عقب ما تسبح احط الهن القطنه واخاوي الشن وينشف المليف لا فيه شيء ولا شيات هذا الدواء ينظف من داخل ومعقم ومطهر وما ادري شو يرب وبتشوف شو بيطيح من اذنيك يا صادق تصدق ضحت وصب لي في اذني بسم الله صب لي في اذني على اول يمين وعقب اليسار وشيء ازم يتناقع ويزبد ويا حنه لازم يخاوش اذني خلاص بالقط ما لقط ولا شيء قال ابوي ما في اذنيك شيء قلت لي قايل لك لان هنضاف ما فيهم شيء انزين ما بهذا الموضوع اذني ازمت يا ابوك متعورني من المغرب لين الحين في القطنه هاي من هني ويا من داخل اذني يعني ابوي مسوي فيه تجارب يعني انا بون ابوي انا قص على العرب كل هاليوم انت حط ويله وتقص علي يا ابوك ما احبه ما رمت اقول له لا
اللي ما خلو من اسمه. يلا عاد تراني وصلت انا الحين. حد ما يحب عيالي، الناس كلها تحب عيالها. يعني الله يطرح البركة في عيالنا وعيالكم، يرحم موتانا موتاكم ويبارك ان شاء الله فيكم وفينا وفي انا بالذات بعد. هذا مو قوي الجماعة ياسين كلم يتعيوني فقارة سطرة بعد هنا حنج هب يا الحنج مطولة يسم ياس بسم الله الرحمن قل هو الله أحد. لا ما بسلم عليك يسدني ابوي سلام بيوهر بيوهر سلام عليك كيف حالك حبيبي كيف انت يا مرحبا يا مرحبا يا مرحبا شكرا العام نفس الموقع هذا ونفس اليس هذه شو كان الموضوع اغراب وحال على ياسمين بس المرة مو على ياسمين ها حال على على اللي وصى عليه الدكتور ها شوفوا هذا الصافي هذا الصافي يا حافظ على صافي وهنبه هو صافي هلال صافي هذا محمر بعد الله. هذا شو مطفي بعد مطفي جيش ويا محمر يا سلام واللحم ابوي ما حد يقول لك الخبر حق شو هذا بعد هذا حقي انا روح لا 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 براي براي عقيت سفرتي وعقيت عقالي لا بد من عق السفره والعقال لجل شو صافي صافي وتحت تحت العيش بصل صافي صافي ايه حلاتي يا عوافي بسم الله وعنفوز عنفوز شجره العنفوز محمد انت ياس تدور العنفوز وين انت؟ خرب الله الله هذا ابو حنج ما بعارف عمره هل وينه؟ ها شوفوا هذا يا غير زعفران ابوي بطنها ها شوفوا شوف الشحم شوف الشحم اللي يقولونه ان النيسر ما فيه صب دهنه داخل صب الله نظر عينك يا الحصان في كل ابوي لقمه بنيسره لقمه بنيسره شويون تهم بها بس ها ما دايت دايت خالد هذا دايت عاده ما الله تصير انت بعد شوف ها ولا رويسه ها هالكبير كبر الفنيار الراس كبر الفنيار ما حد قال لك كم الخبر تم ابوي مكانك معاك طاع صافي صافي لك وينو حياتي يدي الاول يقول الغداء تغدينا والعشاء على الله على الله الغداء وتغدينا العشاء على الله الريوق وين؟ العلم عند الله انت تباني شو اسوي اصور حسابك واقول تابعوا بيوهر شو عليه مطروق يعني؟ من زينك من قواك من رنقك الفنان انت شفت عمرك صد جاي انت بتحطها وهي انا وانت وهيك واحده في ذمتك انا وانت واحد خرمني الله لو سواد انا ما اطري سواد البياض قلناها المقوله العام ونزيد ونعيد ونقولها غراب وحال على ياسمين زيت الياسمين والله يا خير غراب حال على يعلك في دعاه الله يعلك في دعاه الله يا ابو يوها الله يحفظك الله يحفظك ان شاء الله ان شاء الله حبيبي انه خذ ما شاء الله مساع الميله سمقيطه متقيطين لين عين خلق الله ما خلق ما شيء مالك مرز رمح طالع عاد حتام ممدوح يتابع المباراه مصري مصري ومباراه شو خليت قطو فر نب مصير ها كان سمعني لو قلت مصري لا مو معنا بصوره هذا ابوي غراب وحال على ياسمين ابو محمد اليوم طرشت العمال يصيدون وصادوا لي يمكن 30 حبه لكن للاسف اكتشفت انهم الجماعه ما ذبحوا ولا سمكه فما يصلح اني اطرش لك السمك هذا طعمه ما بتطرب له اذا انت ميرب السمك المذبوح غير فان شاء الله اوعدك باكر باذن الله سبحانه وتعالى بتكون الكميه كلها مذبوحه باذن الله سبحانه وتعالى هذا ما ابغى اودي لك اياه ما ابغى اطرش لك اياه طرش لك شيء يستاهل ويسوى وان شاء الله انا بسير وياهم باكر انا تفاجات والله يوم رادين قبل شويه صايدين هذا الكباب ما شاء الله صايدين 30 حبه ولكن كلهم خلايات بدون ذبح فقلت لهم ابوي باكر تبون كلهم مذبوحات كلها عشان خاطر عيون ابو محمد صوت في ذبح السبج انا قبل مد يوم صرت لفجيره راويتكم الذبح هذا ما بمشكلتي اللي ما تابع هذاك اليوم لكن مش مشكله اشرح مره سمكه اول ما تنصاد وهي حيه تتلابط ينحرونها وين القنقون لان القبابه فيها نسبه دم وايد دم كميه كبيره القبابه فيتغير طعمها تلقائيا من 180 درجه يتغير طعمها وبلعها وطعمها ما
تلقط الحمه البلح الاسمك الحمته لونها يرد للبني، يتغدي لك لون القبابه لونها وردي زهر، لنهتش وريحه الزفره وريحه الزفر القويه هيك ابدا. لحمه القبابه تغديها غير تحرها حيب، سبحانك يا رب. عرفناها يوم سرنا الفجيره عند ابو عمر الكابتن هالي ودانا هاك اليوم البحر، هذا ناخذ العود، رجال كان بني عود مال طرادات يودي العرب، طن وشاب ما شاء الله عليه وعنده كذا طراد يعني يوديهم للصيد وللنزهه وما ادري شو، شركه كبيره مسوي له ما شاء الله عليه، الله يحفظه. درس اظني هو ودر التدريس او بعد مدرس ما ادري به، نسيت والله هاك اليوم حطيت انا حسابه، حطيت على المخبره كل شيء. وليش انا ما حط طبعا الحين حسابه مره ثانيه، وتطالعون روحكم في طريقه ذبح القباب وما ادري قايل. هي والله صدق بدور عاد الحساب، ان لقيت حسابي في الانستغرام، في الانستغرام حطيت لكم اياه. زين ان شاء الله اني القطع عاد. والله يا ابوكم يني عيوني ازمه تتحرق لين لقط هذا ماله الانستغرام، ترى داير اخر الصور. ندمت اني قلت ودقيت صدري اللي بظهر لكم اياه، ولا ايش اللي خلاني احط الفيديو من الاساس؟ ايش اللي خلاني احطه؟ مغرب جايني الفيديو ما فكرت احطه للعرض في الستوري، ايش اللي خلاني اصير واحطه؟ هذا الحين خلاص حطيناه. المراد يلا تصبحون على خير، بعد تصبحون على خير، الشمس كبيت شبد السمح هنا. يلا مال.